يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي؟ يا حبيبي طول غيابك ليه؟ انت بتنده قطه، انت بتنده قطه، مش عمال اندهلك عشان تجيلي. عمر انت ايه اللي جابك هنا عندي؟ عندك فين؟ ده انت اللي جاي عندي. تعالى تعالى، عايزك يا اخي ما تضيعش الكلسين اللي في نافوخي بقى. كلسين ايه وهباب ايه؟ تعالى شوف المصيبه اللي انت بلتنا بيها الاول. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ الزفته اللي انت اتجوزتها. اتجوزتها؟ وانا اتجوزت امتى؟ نعم انت فوق اتجوزت ولا اتجوزت؟ ايوه افتكرت انا اتجوزت. الزفته خلت لمار تهج وتسيب البيت. رمار مين بس؟ رمار مين؟ انت هتفوق ولا ارزعك حقنه فوقك بيها؟ رمار ايوه مالها رمار؟ انا قلت لك قبل كده ان البت باريزه دي مزقوقه وانت ما صدقتنيش. مزقوقه من مين؟ مش عارف، انما هموت واعرف. وانا كمان عايز اعرف لما هي مزقوقه وقعت. قوم معايا. هتروح فين؟ هروح الجناح عندك. طب ما انت عندي دلوقتي. انا عندك هنا؟ هنا احنا عندك. نروح رايحين عندك هنا، احنا عندنا. يعني هنروح عندك انت؟ هنروح عندنا. عندك امشي قدامي. مكان هنا كويس. غزال مش موجودة يا عمر، وكمان خدت هدومها. ايه يعني هربت؟ طفشتها يا سي عمر. طفشت مين انت كمان؟ هي دي بتطفش؟ البنت دي وراها بلاوي، ولازم اعرف مين اللي وراها. حرام عليك يا عمر، عملت ايه بس خليتها تسيبني وتمشي؟ كانت تونسني. عملت ايه فيه؟ بقول لك البنت دي وراها بلاوي. بلاوي يا راجل، حرام عليك. بلاوي انها بتونسني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. مفيش فايده، مفيش فايده فيك. انت فين يا غزال؟ رحت فين وسبتيني لوحدي؟ ده انا ما صدقت لقيتك وبقيت معايا وبقى في ونس ليا. خلاص كلكم سبتوني.